الموضوع، لان هذا الموضوع يشابه موضوع استخراج الرماد. استخراج الرماد هنينا منه بالعلايب، شوف حال قلنا هذا الموضوع. هذا الموضوع حنا سجلناه، الصحافه راه حاضره معنا، كنظن انه موضوع سوف يثير انتباه، ربما يكون هذا عنوان كبير، ان غرفه السيد البحري ناقشت المشكل ديال محطه التصفيه ديال وادلا، ودي هناك شكوك ان هناك مواد كيماويه كتهود البحر، يمكن يكون عندها مواد خطيره جدا. فاليوم دورة عادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية، واللي هي الدورة الرابعة كما ينص عليه هناك القانون المؤسس لغرف الصيد البحري. هناك جوج ديال النقاط اللي هي أساسية، والبرنامج ديال الغرفة، برنامج ديال الغرفة 2020 قاسم إلى شطرين، هو مسائل اللي تتكرر، واللي هي في إطار كمؤسسة سورية ملزوم تقوم بها المؤسسة السورية في إطار الدور ديالها المنوط إليها، واللي هو مجاراة وزارة الصيد البحري في القرارات ديالها. تعرفوا أن قطاع الصيد البحري هو قرار يسير بالقوانين وبالقرارات، لأن السمك متحرك، هناك حبيب بجوجية متحرك إلى غير ذلك. وهناك المسألة ديال الميزانية اللي ما فيهاش شيء جديد. الجديد الواحد هو أن هناك غلاف مالي ديال 10 مليون ديال الدرهم اللي حصلت عليه الغرفة من طرف لندن في إطار اتفاقية بين وزارة المالية والوكالة الوطنية لتنمية التربية المائية والغرفة الصيد البحري وزارة الصيد البحري، باش ندعموا المقاولين الشباب اللي باغيين يعملوا ولوج من هاد نشجعوا شويه كيف كنقولوا بالدارجة هاد التربية ديال الحوت في المناطق ديال البحر الابيض المتوسط. هاد الميكانيزم مازال ما اتفقناش عليه، لان الميكانيزم خصو كيف غادي نقدموا الدعم المالي، لانه دعم مالي مباشر بدون فوائد، يعني سيفونسيون افون بيردي. شكون هاد الناس هادو؟ طريقه الولوجيه كيفاش نحافظوا على ديك الماتريال، كيفاش غنسنيو هذه العمليه. وكذلك المساله ديال توزيع الصناديق ديال العازله للحراره اللي كنا قمنا بها في البحر الابيض المتوسط، بقى لنا الشطر ديال ازايلا والعرائش، الاسبوع المقبل غادي نفرقوا في مدينه ازايلا، والاسبوع الاول من سنه 2020 غادي نفرقوا في مدينه العرائش. وذلك غنكونوا كملنا المشروع الاولاني كان زكاز فيه مليار و850 مليون في البحر الابيض المتوسط، والمشروع الثاني هذا ما يناهز واحد 3 مليون ونص ديال الدرهم اللي غادي يفرقوا على الصيد التقليدي هاد الصناديق العازله بالمجان في ميناء ازايلا وميناء العرائش. وبالتالي غنكونوا استكملنا ذاك الاتفاقيه اللي كنا سنينا مع وزاره الماليه ومع وزاره الصيد البحري لتعميم الصناديق العازله البروده على جميع القوارب ديال الصيد التقليدي في النفوذ الجغرافي اللي كنمثلوه. بالنسبه لاليوتيس، هو 2020 غيكون واحد التقييم نهائي. حنا المهنيين كنطلبوا اليوتيس جاني في ثاني في نسخه ثانيه، بحكم ان في الجاره الاسبانيه راه مثلا المشروع ديال اعاده هيئه القطاع 25 سنه، ف 10 سنه كنظن غير كافيه. وصلنا لمستوى جد طيب اليوم، يعني لو ديفي اللي كيواجه الحواته وزاره الصيد البحري هو المحافظه على هذا المستوى وهذه الاستمراريه في الانتاجيه، لان باش تطلع الانتاج جيد باش تحافظ عليه هو اخطر واكبر، لانك توصل لواحد لو سي كتوصل لواحد المستوى ديال الضغط على المخزون اللي كيكون جد مهم. هنا كنظن في العشر سنوات المقبله خصنا نخلقوا الاليات والميكانيزمات والقوانين باش يكون التوازن ما بين المجهود ديال الصيد وما بين المخزون اللي عندنا، يكون نحافظوا على هذه الاستمراريه الانتاجيه اللي وصلنا مثلا فيها 2.4 مليار ديال الاورو ديال الصادرات، وان المواطن المغربي انتقل من 7 الى 12 ديال الكيلو. هذا يمكن يكون عنده خطره اذا ما كناش اذكياء. اذا خصنا نحافظوا في برنامج اليوتيس على الاستمراريه على هاد يعني هاد المسائل الايجابيه اللي حققنا، واذا هناك المسائل اللي هي سلبيه بسيطه الكمال لله غادي نحاولوا نزدركوها في المشروع المقبل. هذا هو وجهه نظر ديال المهنيين.